جزاك الله خيرا. يسأل يا فضيلة الشيخ عن عدد ركعات صلاة الضحى وقيام الليل، يقول: وكم عدد ركعات سنة الظهر والجمعة القبلية والبعدية؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، وكل ما تأخرت فهو أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صغار الإبل تشتد عليها حرارة الأرض، وذلك في آخر الضحى. وأما صلاة الليل فهي أفضل أنواع التطوع، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، ولأن صلاة الليل تحصل فيها طمأنينة القلب، سكينة النفس. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل هي القيام بعد نوم وبعد هجعة، وقيام الليل ليس له حد محدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه من غير تحديد ركعات معينة، فيصلي المسلم ما تيسر له، وكل ما أكثر من الصلاة الليل فهو أفضل، ويختم صلاته بالوتر. قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وآخر الليل أفضل ليصادف وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فآخر الليل أفضل. إلا من لا يثق بقيامه فإنه يصلي من أول الليل ويختم صلاته بالوتر، وإذا قدر أنه يقوم آخر الليل يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول ولا يكرر الوتر مرتين. وصلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وإذا صلى مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة واطمأن فيها وأطال القيام والركوع والسجود كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل، وإلا فإنه يصلي ما تيسر له من قيام الليل. نعم. فضيلة الشيخ، إذا فات وأما الراتبة راتبة الظهر، فالأفضل أن يصلي قبلها 4 ركعات بسلامين وبعدها 4 ركعات بسلامين، وإذا اقتصر على ركعتين قبلها وركعتين بعدها فلا بأس بذلك، وإن أتى بالأربع قبلها والأربع بعدها أو الركعتين قبلها والأربع بعدها فإن هذا أحسن، أو العكس، لأن أتى بأربع قبلها وركعتين بعدها، كل هذا جائز والحمد لله، ولكن 4 قبلها و4 بعدها هذا هو الأكمل والأفضل. وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن إذا تقدم إلى المسجد لصلاة الجمعة فإنه يصلي ما تيسر له من الصلاة حتى يحضر الخطيب، وإن صلى ركعتين تحية المسجد وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل فحسن أيضا. وأما بعد الجمعة فلها راتبة، وهي ركعة أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات، فإن صلى في المسجد فإنه يصلي 4 ركعات بعد الجمعة، وإن صلىها في بيته فإنه يصليها 2 ركعات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.